ويا هلا والله بالشباب، بتمنى الكل يكون بخير. ورجعت لكم اليوم فيديو جديد راح نلعب فيه ريد ديد اونلاين. طبعا يا شباب هذا راح يكون الجزء الثالث من سلسلة بداية فقير، ومثل ما انتم عارفين بنهاية الجزء الثاني وقفنا عند كاشف المعادن، ما قدرنا نشتري، بس بحب ابشركم اشتريت كاشف المعادن، شايفين يا اخوان. طبعا هسه راح افرجيكم طريقة عمله. المهم يا شباب، اللي راح نعمله اليوم انه راح نشتري وظيفة جديدة، لانه خليني افرجيكم شو عملت بالوظيفة اللي انا هسه اشتريتها اللي هي وظيفة الكولكتر. راح تنصدموا شوي بس اطلعوا، وصدقا يعني ما اخذت معي وقت طويل. اطلعوا صارت ماكس رانك 20، شايفين؟ واطلعوا شو حصلت، 10 سبائق ذهب طبعا مش من الوظيفة، ومعي 178 دولار، وهدول ال 34 هدول نقدر نفتح فيهم شغلات بالوظيفة الكولكتر هدول. المهم اللي راح نعمله اليوم، طبعا هسه خليني افرجيكم الرانك عندي صار 30، ماشي. ربحت 3 خرائط كنز هسه حاليا معي لانه صار عندي الرانك 30، وربحت كمان خريطتين كنز. هدول طبعا من الناس اللي بقتلهم وبلوتهم، قدرت اربح خريطتين، يعني متخيلين 5 خرائط معي. انا هسه معي 10 سبائق ذهب، ماشي، وبحتاج كمان 5 هدول من الخرائط اللي معي راح اقدر احصل عليهم. واليوم نفتح وظيفة التاجر ان شاء الله. بس قبل كل اشي خليني اروح هسه على كنز وافرجيكم طريقة عمل كاشف المعادن. طبعا مثل ما انتم شايفين اجيت على هذا المكان، وكاشف المعادن صار يطلع صوت طقطقة، شايفين كيف بضوي هذا بالليل ببين الضوء احسن بكثير. خلينا نشوف هون بتكون شو اسمه. طبعا شفتها بخريطة الكولكتر ماب، ولا انا اصلا بعرفش هينها هون. خلينا ناخذ الكنز هون، موجود بالضبط على ما اظن. لا هون، هون هو قريب، خلص هي هون، شايفين. هسه شو بتعمل الشخصية؟ بتحفر وبتطلع الكنز. المهم يا شباب شو رأيكم باللبس الجديد اللي اشتريتها؟ طبعا هاي لبسة عشوائية، يعني انا فصلتها، ما كلفتني تقريبا 600 دولار. البنطلون ما عجبني بصراحة، بس ما معي مصاري كافية اشتري واحد مرتب، والرانك عندي بعده 30، اغلب الشغلات المنيحة مسكرة. هسا يا شباب اهم شغلة راح اعملها قبل ما اروح اجيب الخمس سبائق ذهب من خرائط الكنز، خليني افرجيكم اياهم الخرائط اللي معي، شايفين موجودين هون 1 2 3 4 5. قبل ما اعمل هيك ضروري اروح وابيع الاغراض اللي جمعتها، يعني انا صار الرانك عندي 20 لاني جمعت اغراض بلاوي يا اخوان. هسه راح اروح على مدام نزار وابيعهم، راح يطلعوا لي مبلغ جدا رهيب، اتوقع انه 1500 دولار لانه جمعت يعني عدد كبير بصراحة. خلينا هسه نروح على مدام نزار ونبيع الاغراض ونشوف كم بيطلعوا لنا. طبعا يا شباب للامانة الاغراض هاي اللي جمعتها ابدا ما كان صعب انه اجمعها، وبصراحة بوقت قصير كثير، يعني صار الرانك عندي 20 حتى انا انصدمت. بس الشغلة اللي كانت صعبة عن جد يعني اللي هي العشر سبائق ذهب، هدول بصراحة يعني اخذوا مني وقت كثير واخذوا مني جهد كبير. اجينا هسه على المدام نزار، خلينا نبيع الاغراض. طبعا انا اتوقع انهم فوق المية غرض 100%، شايفين يا شباب مبين 106 اغراض، بس هن مش 106 لانه شايفين هون 2 بنحسبه 1 تحت، بس هن اكثر، شايفين هون 3 بنحسبه 1، ولسه في كتير هون تحت، شايفين يعني اني يمكن 150 قطعة. المهم خليني ابيعهم وارجع لكم على السريع. طبعا يا شباب لحد الان 1500 دولار ولسه معاي 57 قطعة، متخيلين؟ طبعا انا راح اوقف هسه لانه شوفوا هنا كل ما ابيعها اكثر فهاي بتطول، احيانا بتقعد دقيقة كاملة، فمش راح اقدر ابيعها. بظن انه ال 1500 دولار هدول بكفوا للي بدي اعمله. طبعا مع باقي القطع احتمال يوصلوا 2500 دولار 100% راح يوصلوا لهذا الرقم، او 2200. المهم يا شباب خلينا نكتفي هسه، هذا الحصان قاعد بعملها. خلينا نروح على محل الاسلحة ضروري ونشتري الشغلات اللي بدنا اياها، لانه طلع الاسلحة اللي معي، معي هذا السلاح اللي بيخزي، والقوس هاد كمان بيخزي، بدي فيه قوس اقوى من هاد.
بس بتعرف شو بدي اعمل قبل هيك؟ لازم افتح خرائط الكنز واروح اجيبهم ضروري، يعني خليني اكمل 15 سبيك الذهب، وهدول بيطلع لي 100 دولار، يعني 500 دولار على الخمس خرائط، راح يصير معي 2000 دولار عشان نشتري كل اشي بالكامل، ويمكن نشتري حصان ان شاء الله. اخوان انا رايح على اول كنز، بس يطلعوا الجو عن جد اول مرة بشوفه هيك. طبعا هو ضباب بس اول مرة بشوفه هيك. المهم يا شباب اطلعوا هذا المنظار اللي معي، اشتريته من مدام نزار بالغلط طبعا. المهم هذا اللي اذا في هون الكنز موجود، شايفين الحيوانات كيف بكشف لي اياهم من بعيد. اذا الكنز موجود هون او هون بقدر اطلع هيك بالمنظار، طلع وبكشف لي كل اشي، حتى الكنز بيطلع لي شغلات ذهبية انه الكنز موجود هون. بس هذا المنظار راح يفيدنا بوظيفة التاجر بشكل مش طبيعي، وهسا ان شاء الله لما اشتريها راح اشرح لكم عنه. طبعا هذا بعمري ما استخدمته وانصدمت منه بصراحة. شايفين يا شباب اذا شغلت الديد اي هسا زي هيك ما راح يظهر لي انه الكنز موجود هون، بس اذا طلعت بالمنظار شايفين ايو الكنز موجود. شايفين شو هذا المنظار بفيدنا؟ والله انه رهيب. حاليا متوجه لاخر كنز موجود معنا يا اخوان، اللي هو الكنز الخامس. بس اتطلعوا اشي غريب صار معاي هون، واللي هو انه في هاكر حط علي علم امريكا. شو رايكم بالموضوع؟ يستاهل مسبة ولا لا؟ شو البني ادم هذا يا اخوان؟ ليش حط الناس اعلام؟ مش عارف. المهم عفوا الكنز موجود هون في مكان ما، طبعا وين بالضبط لا ادري. هذا كنز ليك ايزابيلا طبعا، الكل بيبحث عنه هذا خريطة الكنز هاي، لانه بيعملوا فيها جليتش ولا ابصر شو. المهم احنا لا بدنا نعمل جليتش ولا غيره، بدنا الكنز. ويعطيكم الف عافية. طلعوا طلعوا يا اخوان طلعوا، والله العظيم لقطوا من هون. شايفين قلتلكم هذا المنظار رهيب. خلينا نروح نشيله على السريع ونغير السيرفر، لانه علينا علم قد الدنيا. طيب خلونا نشوف قديش في ذهب. هذا الصندوق الشخصية تعبت، خلينا نعطيها مشروب سريع. حبيبي والله هذا مشروب للثلاث عادي، ان شاء الله يكون في يعني سبيك الذهب بالضبط. وانا ضل بدي نص سبيكة اصلا. قديش راح يكون؟ حلو، اكثر من سبيك الذهب و84 دولار. صار معي تقريبا 2000 دولار يا اخوان، ممتاز. خلينا هسه نروح على محل الاسلحه على السريع، فيش مجال. ارحب، خلينا نشوف. خلص اسكت. طبعا بدنا هدوء هسه، بدناش يحكي كثير. الاسلحه اللي بدنا اياها اول اشي بنفوت على البنادق، بدي القناص يا اخوان. طبعا اظن انه بكون فاتح هسه. وين انو واحد رونج بلوك؟ لا هاد كاراكانو. هذا يا اخوان كاراكانو هذا اسطوري، بس ليش بقدرش اشتريه؟ طيب الليفل 50 يا اخوان بيفتح، شفتوه؟ يا حرام، هذا بقدر اشتريه بس هاد بطيء كثير، بس مش مشكلة خلص يعني. فيش غيره سنايبر. الكاراكانو رهيب كثير بس ما بقدر اشتريه للأسف. خلص معلم بدنا اياه زي ما هو، غلف لنا اياه واعطينا اياه. شاتجن يا اخوان ضروري، خلينا نشتري شات جن. نيجي هون، طبعا مش هذا الشات جن، هاد بامب اكشن رايفل اظن انه هاد. استنوا يمكن في احسن. هذا كأنه هذا احسن. هاد سيمي اوتو حلو، هذا بتخور بعض. 42 لازم يكون الرانك تبعي. خلينا على هذا الشات جن. شو بدنا نعمل يا اخوان؟ طيب يا اخوان اهم سلاح راح نشتري اليوم اللي هو النيفي. طبعا راح اشتري اثنين انا. اي واحد نرجع لورا. قبل ما نرجع لورا يا اخوان، شغلة ضرورية انه شو اسمه نكبر الفوهة تبعته اللي هي هاي اظن. خلينا نشوف، شايفين خليها زي هيك. باقي الشغلات يا اخوان نتركهم. شو هدول؟ خلاص يا اخوان الباقي الشغلات نتركهم زي ما هني، لانه احنا يعني بداية فقراء فبنقدرش نعمل كل اشي له. فهيك السلاح ممتاز، خلينا نشتري واحد ثاني.
طيب يا شباب، اظن انه لهون وبكفي، ما بقدر اشتري اكثر من هيك. معي 600 دولار يعني بقدر اشتري فيهم، بس خليهم شوي يمكن اشتري حصان. وين النيفي؟ خلينا نغير للنيفي. شايفين عندي اثنين منهم، هدول الاسلحة جدا رهيبة. هذا شكله بده ينقتل، قاعد بحكي لي شغلات غريبة. المهم خليني اروح الاسطبل على السريع اشوف اذا في حصان بقدر اشتريه ب 600 دولار. اذا فيش مش مشكلة، مع انه ضروري كثير الحصان، وعشان نشتري وظيفة التاجر يا اخوان. والله يا شباب صراحة ما في داعي للحصان حاليا، قلت خليني اجي وابيع هاي القطع لمدام نزار، لانه بوظيفة التاجر ممكن نحتاج نشتري شغلات مثل عربة الصيد وشغلات تانية، فلازم يكون معي مصاري. الصوت عالي عند مدام نزار بشكل مش طبيعي. لسه ظل تقريبا 20 قطعة ما بعتهم لانه علقت زي ما قلت لكم، فراح استنى شوي هنا اقطف لي بعض الازهار عبين ما هاي تصير جاهزة للشراء، وبعديها بنشتري وظيفة التاجر ان شاء الله. تعرفوا احنا بنستنى في هاي تجهز، خلينا نفوت على وظيفة الكولكتر نشوف شو بنستفيد منها من هدول الزرق. شايفين خلينا نفوت على الوظيفة ونشوف شو في شغلات هون. في هاي لبسة انسو، هذا حصان. شايفين الحصان حلو، هذا اشتريته بحساب الاساسي. شايفين الرانك 20 بفتح. طيب في هون نظارة كأنه ما بتلزمنا. هذا المصباح للحصان اكيد بفيدنا كتير، راح افتحه هسه بقطعة زرقاء عشان لما يكون معي حقه 750 دولار، 350 عفوا، لما يصير معي 350 اشتريه. هون في سكين الاسلاح، هون في كمان حصان، هاي بتلزمناش، هاي حلوة بصراحة. في حزام، اذا في حزام بكون ممنون. شايفين المنظار، صحيح نسيت احكي لكم انه هذا بتقدر تشتروه من مدام نزار، ماشي، ولازم تكونوا فاتحينه بوظيفة الكولكتر، بيفتح على الرانك كأنه 10. شو في كمان شغلات؟ اظن انه هيك. هاي للحصان، وهاي للخيمة، شكل الخيمة بالمخيم. طيب هذا المجرفة، كشف المعادن. شايفين اظن انه هيك خلق. هذا كمان سكن الاسلاح، وهيك يعني خالصين، ما في اشياء ضرورية. هذا لازم نفتحه، هذا السرج، وهيك نكون خالصين من الوظيفة يا اخوان. ما في اشي مهم، يعني اذا انتو بدكم تشتروا اشي هيك عكيفكو عادي. طيب يا شباب، واخيرا ارتحنا من صوت الموسيقى المزعجة هاي. خلينا هسه شو نعمل. خلنا افرجيكم المصاري، 1300 دولار صار معي من ورا الشغلات اللي بعتها لمدام نزار. خلينا هسه نفتح الرسائل عشان نشتري وظيفة التاجر. نيجي هون على الرسائل letters، شايفين فوت هون letter from creeps، شايفينها، بنفتحها زي هيك نقرأها بعدين بنسكرها. هسه بعد ما نعمل هيك شو اللي راح يصير؟ راح يظهر علامة على الخريطة اللي هي هاي بمدينة فالنتاين. فبنروح the birth of a company، هاي بناء شو اسمه، ولادة شركة. المهم بنروح على فالنتاين وخلينا نشوف شو الوضع. شوفوا الشتا محلاه. حلو، وصلنا على مدينة فالنتاين. طبعا بالفاست ترافل بنصحكم دائما تستخدموه، لانه هاي نقطة جدا مهمة بالتنقل. السرعة كثير مهمة باللعبة يا اخوان. كلها دولارين طبعا بس دفعت. المهم محلى مدينة فالنتاين وهي فاضية. خلينا نروح على النقطة الصفراء اللي موجودة هون، وراح يجي كاتسين مع هذا كريبس اللي راح يفتح لنا الوظيفة اكيد. للأسف ما بقدر اعمل سكيب للحكي اللي راح يحكوه، بس مش مشكلة. شايفين هون بنهاية حكيه خيروني ادفع 15 سبيكة ذهب عشان الوظيفة او لا. اكيد راح ادفعهم، هيعطينا الذهب. هسا راح يعطينا مهمة عشان نبلش اظن. شايفين يا اخوان اعطوني مهمة بالفعل. خلنا نشوف وينها بالضبط. والله حلوة، هي قريبة كثير. ما بعرف شو لازم اعمل، يمكن لازم اسرق بضاعة ولا اشي. خلينا نروح نشوف. طيب يا شباب، على ما يبدو انه في اعداء هون. الدنيا ليل صارت. شايفين في ناس هون، هاي واحد
أين الآخر؟ يعني دنيا ليه المشكلة، بس مش مشكلة. يلا خلينا نبلش. ابلع، خلينا نستخدم الشوتجن. خالصين خالصين. هاي عربية اللي راح ننقل فيها البضائع. حلو، خلينا نوديها للمخيم وهيك بنكون خلاص بلشنا بوظيفة التاجر. طيب يا شباب، هيك بنكون فتحنا وظيفة التاجر. هسا اللي علي اني اعمله اني افتح زي هيك ونفوت على البروجرس، وبعدين نفتح الوظيفة نفسها اللي هي وظيفة التاجر. وينها؟ هيها. هسا بدي اعرف انا العربة متى بتنفتح. عربة الصيد، هاي عربة الصيد، لا هاي ميديوم دليفري واجن. عربة الصيد يا اخوان هيها هانتنج واجن على الليفل 10، يعني هاي عشان نفتحها لسه مطولين. هاي عشان ازود الطلبية، اول شي بتكون 25، هاي بتخليها 50، وهاي بتخليها 100%. المهم هسا كل اللي علينا نعمله انه نطلع ونصيد. للأسف ما رح يكون معنا عربة صيد، رح يكون معنا هذا الحصان اللي بخزي. فاظن انه هسا بقدر اروح واشتري حصان، لانه ما في اشي يعني اعمله بالمصاري اللي معي، ولسه على الرانك 10 بقدر اشتري عربة. فراح اروح على اقرب اسطبل اللي هو هون، ونشوف ان حصان مرتب يا اخوان نشتريه، لانه الحصان ضروري كثير، عرفتوا؟ طيب يا شباب، احنا راح نستفيد من وظيفة الكولكتر طبعا زي ما قلت لكم، لانه وصلت الرانك 20. شايفين هدول الاحصنة كلهم فتحوا من وظيفة الكولكتر لاني وصلت الرانك 20. المهم هذا عشان اشتريه بده 950 دولار وثلاث قطع زرق من عيوني. طبعا بقدر اختار ذكر او انثى. هذا حلو وهذا حلو، تعرف راح اختار اللي فوق، لانه اللي تحت انا اشتريته بحساب الاساسي، فراح اختار هذا. وسرعته طلعوا، سرعته رهيبة، التسارع عنده يعني فوق النص بشوي، بس سرعته الاساسية رهيبة. خلينا نشتريه اخوان، شكله حلو طبعا لا بأس فيه، ونشوف اذا بضل معنا نشتري سيرج. اظن انه لا، خلينا نسميه هوب. ما رح نقدر نشتري سيرج للأسف الشديد يا اخوان. طبعا هذا المكان بمية دولار اشتريته قبل شوي، ما كانش في مكان لأحصنة زي هاد، شايفين بده 150 دولار، انسوا. بدنا نحط له سيرج، اظن بدي احط له هذا السيرج لانه ما ضلش معي مصاري. طيب يا شباب، واخيرا صار عندنا حصان مرتب. طبعا عن جد يعني انه فخم، انسوا انه شكله يعني هو حلو، بس في احلى بكثير. المهم يا شباب، اللي ضل علينا هسه انه نبلش نصيد حيوانات. مثل ما قلت لكم، للاسف راح نبلش بحصان، مش راح نقدر نبلش بالعربة، بس مش مشكلة. بس نسيت افرجيكم عيون الحصان محلاهم، طلعوا لون عيونه ازرق. المهم خلينا نبلش صيد يا اخوان. اللي راح نستفيده من هذا المنظار انه شايفين هدول الحيوانات، طبعا احسن من السكوب تبع السلاح، مش مبين من هون، لازم نقرب شوي، مش مشكلة. ولا من هون حبيبي، والله نقرب كمان شوي. هاي من هون، شايفين هاد نجمتين، هاد نجمتين، وين الباقي؟ خلينا نقرب شوي، بصير بحضنهم. هاي هاد ثلاث اللي بالنص، هاد ثنتين، هذا نجمة، نجمتين، وهاد نجمتين، يعني هذا اللي بدنا اياه. لا، اللي بيمشي اللي بيمشي اللي بدنا اياه يا اخوان. خلينا نمسك السنايبر، هذا اللي بيمشي، نحكي له الله معك. طبعا انا راح اصيد فقط اللي ثلاث نجوم، لانه ما معي عربة مثل ما قلت لكم، فضروري واحد يكون على ظهر الحصان والثاني اجره بالحبل. فهي اول غزال صدناه لو ضفت التاجر. خلينا هسه نبحث عن واحد ثاني كمان يكون ثلاث نجوم ضروري، عشان نروح نعطيهم لكريفس ونشوف كيف الوضع بالحساب الجديد هاد. طبعا هاي المنطقة جميلة جدا للصيد يا اخوان، انا بحبها كتير. بس هسا بعد ما نوصل الحيوانات راح اخدكم على منطقة احلى بكتير، بس خلوني الاقي غزال ثلاث نجوم، مش عارف انقرضوا شكلهم. هيو هيو يا اخوان، واحد قاعد بيشرب مي. هاد ثلاث نجوم وهاد نجمة، خلينا نحكي له باي. خلينا هسا نسحبه للمخيم. هاي المنطقة والله حلوة كثير للصيد، بس هسا راح اخذكم على منطقة احلى بكثير. اذا ما عجبتكم مش مشكلة. لا ليش ما مسكوا الحبل؟
شايفين كيف؟ طريقة الصيد هاي حلوة كثير، المخيم تبعي قريب كثير من هون، أنا ما رضيت أحطه هون لأنه أصلا بدي أغيره. طيب هاي الغزال الأول، الثاني موجود على الحصان، مش ضروري أنزله بس أروح هناك عند كريبس وبالباع لحاله. خلنا أفرجيكم كيف لما يمشي اللاعب إن شاء الله. طبعا لازم نغير ملابس كريبس، طلعوا كيف شكله زي الشحاد. خلينا نعمل زي هيك، هاي عربة اللحوم، والله حلو هاي، قاعد بصنع طلع فيها شوي. هاي البضاعة اللي جبتها بش اسمه بداية الوظيفة. طيب شايفين هذا الخط كيف نرفعه؟ هدول 3 نجوم، شايفين الواحد قديش بيرفع؟ هاي واحد وهي 2، شايفين كيف بيرفع على السريع. المهم بعد ما هاي تتعبى ما بكونش في ضرورة للصيد. هاي لما تفضى راح يوقف هذا شغل، فلازم نجيب له موارد. وهاي الأخيرة بعد ما تصير 100% بنقدر نوصل الطلبية، بس بما إنه إحنا يعني فتحنا الوظيفة جديد على 25 بنقدر نوصلها، وعلى 50 وعلى 100، فهمتوا علي؟ بقدر أوصلها هسه أنا، بس العربة يعني فلها 25، فلازم نشتري عربة تانية، بس لازم نرفع رانك الوظيفة. خليني هسه شو أعمل؟ أنقل المخيم، خليني أفرجيكم وين. راح انقله على بيج فالي، المنطقة هذيك رهيبة جدا، ان شاء الله يكون نقل على المكان اللي بدي اياه بالضبط. شايفين اختفى من هون، لازم هون بدي اياه. شايفين وين نقل؟ نقل هون، فانا راح اروح هون بعدين انقله، لانه راح يضل يجي هون هون هون، عرفتوا؟ والله هدول حلو لو صدتهم، بس تعرفوا ما بعطوني مثل الغزلان 3 نجوم على الفاضي، عرفتوا؟ بس هدول يعني حلو صيدهم، مش راح اصيدهم هسه لاني نقلت المخيم على الفاضي. شايفين يا اخوان المكان اللي قلت لكم عنه عشان نصيد فيه؟ طلعوا ايش فيه، طلعوا 3 نجوم. خلينا نصيد هاد، ندور على غزال تاني 3 نجوم. طبعا هاد مش غزال، اسمه روكي ابصر شو. المهم بعد ما وصلنا على هذا المكان، خلينا نحط المخيم هون، شايفين كيف؟ هسا هو موجود ببيج فالي، فبنحطه تحت، بعدين نرجع نعمل هيك وبنحطه مرة ثانية ببيج فالي. هسا راح ينقل قدامنا أو ورانا شوي، مش متأكد، نقل ورانا بس وين بالضبط؟ شايفين وين نقل؟ هون لا بديش إياه، فراح أعيد الحركة مرة ثانية لا يصير بهذا المكان قدامي أو وراي شوي. شايفين يا شباب نقل هون جنب النهر بالمكان اللي انا بحبه. خليني اروح افرجيكم وين بالضبط، بس قبليها الحيوان اللي صدته هون خلينا نسلخ جلده. كاني شفت حيوان هون حلو. هسه هون اظن انه بقدر بالمنظار اشوف هذا، ولا حتى بالمنظار والله. خلينا نسلخ جلده على السريع هاد، ونصيد الحيوان. اذا 3 نجوم لهناك راح اصيده واخذه على المخيم على السريع. طلعوا يا اخوان، اطلعوا 3 نجوم عند المخيم. هيو هيو هيو، وقف وقف يا الله، طلقة نارية. لا جد الطلقة حلوة يعني جد. خلينا نروح نمسكه على السريع نشحطه. اخوان هون الجو مش عارف ليش ضبابي. خلينا ناخذ هذا المخيم، شايفين مكان المخيم وين؟ والله انه رهيب، بس المخيم نفسه بخزي، نفس المخيم شكله مش حلو، بده تعديل كثير، بده شراء شغلات. هون بيكون في الكامب فاير، عنده كراسي وشجر وابصر شو. شايفين بجانب النهر بالضبط، عن جد المكان جميل جدا هون، بس الجو ضباب مش عارف ليش راضي يروح. المهم خلينا نكمل صيد، احنا قربنا نفللها. فهذا المكان يا اخوان مليان حيوانات، وعشان ما تنسوا منطقة بيج فالي شايفين عند هذا النهر مليان حيوانات. طلعوا طلعوا الغزال جاي لعندي، الغزال بده ينصاد. هاي 3 نجوم كمان، يلا يلا يلا، اختفى. وين هارب؟ هارب من العربة كان كأنه، والله لنلحقه، أو من هذا الزلمة. وين راح؟ 3 نجوم هذا، ومميز الحصان الغزال. لا تقولوا لي اختفى، حرام والله. اي اي بديش انا الطلقه تكون بالغلط يعني اخطا فيها، بيروحوا النجوم عرفتوا. بس انه يوقف، طلع راح عندي المخيم حلو. هسه راح يوقف هناك بتشارطه او راح يهرب من كريبس.
شايفين؟ هيو هيو هيو، في عنده كمان غزلان هون 3 نجوم. حلو، وين رايح هذا؟ وقف. حلو، صدته لهون، اختفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، وين راحوا؟ كان في واحد تاني 3 نجوم، يا حرام. طبعا الشباب مثل ما انتم شايفين الشمس بدأت انها تغيب، والجو الضباب اختفى الحمد لله لانه كان بغزي. المهم ضايل شوي وبتجهز الطلبية، هي 25 بس عرفتو، فمش عارف قديش بتعطيني مصاري، يمكن 150 دولار. عشان هيك قلت لكم يا اخوان تبلشوا بوظيفة الكولكتر افضل من 100 وظيفة تاجر. تخيلين انتو المصاري اللي طلعتها، اشتريت اسلحة واشتريت حصان واشتريت شغلات كثير، ربحت خرائط كنز كمان، فاشي مرتب عرفتو. والرانك عندي صار 31. هسه هون في حيوانات جنب المخيم بالضبط، خلينا ناخذ المنظار نشوف كم نجمة. هذا نجمتين، هاد نجمة، نجمتين، نجمتين، هاد 3 نجوم، هاد وهذا نجمة. فراح نصيد بس واحد اللي هو هذا اللي هون، بس للأسف نزل راسه لتحت، دي يطل راسه عشان اقدر اصيده. شايفين؟ لا، طل راسك، طل راسك لفوق، قاعد باكل هو. اذا مات الراس وطخيته هون بصير نجمة او نجمتين. ولك طلع راسك لفوق، بل يعني هاي هذا، ها شايفين قاعد بتطلع بالبراري. شو بيعمل قاعد؟ مقدرش اطخ عليه هيك يا اخوان. موت يا زلمة، قهرتني موت، مش طبيعي. خلنا نشوف، تخيلوا يطلع نجمة، نجمة، هذا مش هو. وينو اللي 3 نجوم؟ طيب هيو سرنا، راح على الفاضي. اللي ساعة بستنى فيه وطلع مش هو. هيا 3 نجوم يا اخوان، قول له باي باي. داك راح اقدر اصيده، اختفى خلص. والله لو اني ابصر فيه ما صدته. انا هون اصلا صايد 2 نجمتين نجمتين، خلنا نحطهم بالمخيم مع هذاك 3 نجوم. اظن انه خالصين. في هون ناس لازم نخلص عليهم، هسه بخلص عليهم. بدنا شوية اكشن طبعا، خلينا نحط الحيوانات ونروح على هدول المجرمين. شايفين يا شباب تقريبا فللت هاي، يعني ضل شوي وبتجهز طلبية لما تصير 25%. فأظن إنه هيك مش ضال علينا إشي نعمله غير إنه نروح نخلص على الأعداء اللي موجودين هناك، شايفين على الخريطة. وبعديها إيه بدفش فيها، وبعديها بنوصل الطلبية لأنها راح تكون جاهزة إن شاء الله. خلينا نروح نتعامل معهم هدول المسدسات هدول، ما فرجيتكم أدائهم. شايفين يا إخوان في واحد جالس هناك، طيح حظه على السريع، فيش حدا شافنا. حلو، شوفوا انا راح العب بهيك سيف لحد ما حدا يشوفني. اي واحد ثاني قول له باي باي. خلينا نلوت هاد، هل من مزيد؟ هاي هناك واحد، لا بتهيألي. هيو قول له باي، بعيد عني كثير، ما بقدر اضربه بالسكين، مش مشكلة. ولا خلص يا اخوان خلينا نلعبها اكشن احسن، صح؟ اوف يا ريتني ما لعبت اكشن. شاشة قناد بده من مسافة الصفر حبيبي والله. هاي هاي هيد شوت، هسه بدنا نطيح حظهم بالشتجن. في واحد هون، ابلع. والله كثار، ما توقعتهم هيك كثار. ابلعوا، خش على البيت. في حدا هون، هذا فوق، ناخذ لنا جرعة دم على السريع. هذا اللي لازم نقتله اصلا، خلينا نلوته بركي معاه اشي محرز. معوش، خلينا ننط من هون. في حدا ولا خالصين يا اخوان؟ خلص اظن لسه بدها شوي لتجهز، مش مشكلة خليني الوتهم، نأخر حالنا شوي لتجهز الطلبية.
على ما اظن الطلبية صارت جاهزة يا شباب، خلينا نفوت ونوصلها. طلعوا 24 ضايل 1%، اوف قولكم يلا. شو القصة يا اخوان، ليش ما جهزت؟ طلعوا بعدين 60 دولار، 75 دولار لمكان بعيد ولمكان قريب 60 دولار. حبيبي والله والله الشغلة كلها مش اي حلو. جهزت طبعا في مكان بعيد 78 ومكان قريب 60 62. مش راح اوصلها لمكان بعيد حاليا، لما اجيب العرب اللي بتكون 100% راح اوصلها لمكان بعيد، لانه هسه مش محرزة. يعني الفرق تقريبا 12 14 دولار. خلينا نوصلها. شايفين يا شباب المكان القريب عند ويلس ستيشن من هون لهون. حلو والله، انا متعود على المسافات البعيدة ومتعود على العربات الكبيرة. طلعوا العربي مكبرها حبيبي والله قد الندفة. المهم خلينا نوصل للعربي يا اخوان ونطلع 60 دولار. يعني حاليا انا مش مهتم بالمصاري من وظيفة التاجر، لانه بدي اكس بي. الاكس بي اللي بعطيني اياه ممتاز، مش للاعب، للوظيفة، عشان اوصل فيها للرانك 10 واشتري عربية الصيد. وعالرانك 15 اظن انه بقدر اشتري العربة الكبيرة وتصير عندي طلبية من 100% بقدر اوصلها. لما تصير 100% بستفيد، اما حاليا نهائيا ما بستفيد من وظيفة التاجر. 60 دولار هدول يعني ما بشتري فيهم اكل للحصان. شايفين يا اخوان في ناس هون لازم نقتلهم عالسريع. هسه بخلص عليهم ولا يهمكو، خلوني بس انزل اخذ لي هاي وبعديها بنبلش فيهم. ابلع اللي بعده. ايه ابلعوا. طلعوا يا حرام المسكين. اوف 20 واحد رسبنوا من هون. مش غدر هاي، ما بتنحسب هاي غدر. اوف اوف 3 علي، 3 على 1. خالصين لسه؟ ليش ما بخلطوا؟ الو خالصين يا اخوان، تعبوني والله. كم راح يعطوني؟ 60 دولار اكيد. طبعا بدي الوت هدول عالسريع، بس اشوف كم بدي يعطوني. 200 لو 200 اكس بي لو ضفت تريدر، قليل كثير والله بصراحة، بس مش مشكلة، بعدنا بالبداية يا اخوان. المصاري بصراحة ما بنحسبه، اشي بخزي. فقلت لكم وظيفة الكولكتر احسن بكثير. طيب يا شباب لهون، وراح اودعكم للفيديو الجاي ان شاء الله. ممكن انه نعدل على المخيم ونعمل شغلات كثيره ونشتري شغلات كثيره ان شاء الله. فبتمنى انه يكون عجبكم الفيديو اليوم، واذا عجبكم لا تنسوا تدعموني بلايك واكتبوا لي رايكم بالتعليقات. بشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.